رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي يستقبلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في ساحة القصر الرئاسي الهندي. إدانات عربية ودولية لتمزيق متطرف هولندي نسخة من القرآن الكريم في لاهاي. استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد تتعلق بعمليات شراء لإمدادات للجيش. أهلا بكم في هذه النشرة من قناة النيل من القاهرة. استقبلت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وقد قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لدولة الهند بمناسبة يوم الجمهورية، مؤكدا أن هذه المناسبة تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أتوجه للدولة الهندية العظيمة بالتهنئة وبالتحية والتقدير الكبير اللي يوافق 75 عام، وبالمناسبة هذه المدة هي برضو تتوافق مع 75 سنة من العلاقات بين مصر وبين الهند. كما أكد الرئيس السيسي أن زيارته للهند تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة. بكم إن احنا من خلال هذه الزيارة نتطلع إلى تطوير العلاقات والتعاون مع الهند في كافة المجالات، وصولا إلى شراكة استراتيجية بين البلدين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الهندية تلبية لدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن دعوة الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين البلدين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. ولدى وصول سيادته العاصمة الهندية نيودلهي كان في استقباله كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في الهند. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن دعوة السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا والاهتمام العميق من الجانب الهندي. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من الهند موفد قناة النيل الزميل محمد عبد الله. محمد، ما هي أهم محادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الهند وكيف جرت مراسم الاستقبال الرسمية؟ نعم أحمد، يعني هناك حفاوة بالغة تظهر جليا للأعياد من استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الهند، بدءا بتوجيه الدعوة لحضور سيادته القدير
شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهوريه. هذه الاحتفالات الهامه والتي تكتسب اهميه خاصه رسميا وشعبيا لدى مختلف شرائح الشعب الهندي. الاحتفال بيوم الجمهوريه يعني كل عام يتم فيه دعوه، بيتم دعوه شخصيات عالميه بارزه في العام السابق. كان قدام دعوه بقبل الرئيس الروسي، ومن ثم هذه الدعوه تعكس اهميه الجانب المصري لدى الجانب الهندي. بدت حفاوه الاستقبال ايضا في ما لمسناه من مظاهر الحفاوه في الشارع في شوارع العاصمه نيودلهي بتعليق ورفع الاعلام المصريه بجوار العلم الهندي، وفي الممر الرئيسي الذي يشهد الاحتفال بيوم الجمهوريه غدا ان شاء الله. ومن ثم هذه ايضا نقطه اخرى، وصور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تنتشر في شوارع نيودلهي بالاضافه الى الصور التي تجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي نريندا مودي. تجلت ايضا شكل الحفاوه وشكل الدفء في العلاقات في مع التويته التي اصدرها في ليله امس بعد وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى نيودلهي رئيس الوزراء الهندي، والتي رحب فيها كثيرا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتطلعه في اجراء محادثات هامه للغايه تنقل العلاقات ما بين الجانبين الى رحاب اوسع. وما هو ما رد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغريده اخرى عبر فيها عن قابل هذه الحفاوه بحفاوه مثلها. نعم. وبدت أصولة جلية أيضا باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية من قبل رئيسة الجمهورية الهندية، واللقاءات التي سيعقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أجندة جدول أعماله اليوم المصب بالعديد من الأنشطة بعد الانتهاء من مراسم الاستقبال ولقاء رئيس الجمهورية. هناك لقاء آخر هام يقرره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الهندي، وحديث عن العلاقات الثنائيه ما بين مصر والهند. ويعقبه زياره الى السيد الرئيس لوضع اثنين من الجمهور على ضريح اندريا غاندي في اشاره رمزيه للعلاقات التاريخيه التي تجمع مصر والهند وما يمثله غاندي في ذاكره الشعب الهندي. اذا نحن امام زياره ودشء في العلاقات يتزايد ويبنى على الزيارات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارتين السابقتين في عام 2015 وعام 2016. وبالتاكيد هذه الزياره تبني على هذه الزيارات التي قام بها السيد الرئيس الى الهند، وتنقل العلاقات الى مرحله اخرى من العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف العلاقات. طيب محمد، كيف ستتبلور محادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الهند من خلال أهم الملفات وهو تطوير العلاقات بين البلدين تحديدا في الجانب الاقتصادي والتجاري مع ما تمر به العالم وقضاياه من تحديات، وكذلك مع تزامن هذه الزيارة مع مرور 75 عاما على العلاقات الرسمية الدبلوماسية بين البلدين؟ نعم احمد، يعني من ضمن اللقاءات التي يعقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجانب الاقتصادي يظهر جليا، سواء في لقاء مع رئيس الوزراء الهندي بعد قليل، وايضا بعد تقريبا اربع ساعات او بعد الظهيره سوف في المساء سوف يجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء على رغبه عدد كبير من الشركات الهنديه والمستثمرين الهنديين للذين يعني ابدوا رغبتهم للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجتمع رجال الاعمال في الهند والشركات الكبرى سيكون لها لقاء هام يعقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لان هناك رغبه هنديه كبيره في الاستثمار في مصر وبالاخص في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، وهو ما عبرت عنه وسائل اعلام هنديه هنا بان دعت رجال الاعمال أن يقتنصوا الفرصة الذهبية، ما أسسوا للفرصة الذهبية للاستثمار في مصر، وأشارت لهم أن هناك تهافت كبير من رجال الأعمال الصينيين للاستثمار في الجانب المصري بالأخص في المنطقة الاقتصادية بالأخص في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ومن ثم ها
من العلاقات الاقتصاديه ومزيد من الاستثمارات الهنديه في الجانب المصري. الهند لديها استطاع هام جدا هو الادويه، وتريد ان تطور صناعه الدواء في من خلال تواجد لانها في مصر. الهند تمتلك المواد التامه لصناعات الادويه، وتريد ان تفتح اسواق لها من خلال المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس من خلال مصر، تفتح اسواق لها لصناعه الدواء بالتعاون مع الجانب المصري وبالدخول الى الاسواق الافريقيه واسواق اخرى. وهناك ايضا رغبه هنديه للغايه للتعاون مع مصر في مجال الهيدروجين الافضل. تم اتفاق توسيع من قبل اتفاقيات التعاون الثنائي ما بين الجانب المصري والجانب الهندي لعمل استثمارات في مجال الهيدروجين الافضل بثمانيه مليارات جنيه، ثلاثه توسيع شركتين استثمارات في العام الاخيره بثلاثه مليارات جنيه، وهو ما يرفع حجم الاستثمارات ما بين الجانبين الى 20 مليار جنيه. نحن يعني اعتقد كثيرا وما يؤكد عليه المراقبون هنا بان زخم العلاقات السياسيه يلقي ضوءا كثيفا على العلاقات الاقتصاديه ويدفع قدما للامام. محمد، على مدار العام الماضي تقريبا كانت هناك عدة زيارات بين مسؤولي البلدين، وخاصة كانت هناك زيارة لوزير الدفاع الهندي وكذلك لزيارة وزير الخارجية الهندي لمصر. أيضا تبلورت العلاقات من خلال مشاركة الهند تحديدا في مؤتمر COP27 للمناخ في شرم الشيخ. ما هي دلالة هذا الاهتمام الهندي بتوطيد العلاقات مع القاهرة في هذا التوقيت، وكذلك رؤية القاهرة لمكانة الهند وأهميتها تحديدا في سوق المحاصيل العالمية باعتبارها البديل الأمثل بعد أوكرانيا تحديدا في تجارة القمح وغيره من الحبوب؟ هذا ملف هام للغايه يجمع الجانب المصري والجانب الهندي فيما يتعلق بماذا تريد الهند او رغبه الهند في مصر. الهند تريد علاقات قويه مع الجانب المصري وان ترقى علاقات التعاون ما بين مصر والهند الى مستوى العلاقات الاستراتيجيه. هناك يعني توافق في او تشابه هي فيما يتعلق بالتجربه المصريه والتجربه الهنديه سواء في السياسات الخارجيه وما يعكس التفاهم الشديد ما بين القيادتين في كلا الدولتين. هذا التفاهم يلقي بظلاله على مستوى التعاون الاقتصادي. نعم الهند يعني مصر لديها اولويات او هناك ترتيب لنقاط التفاهم فيما يتعلق بالتعاون المصري الهندي، وايضا الجانب الهندي لديها اولويات فيما يتعلق بالتعامل مع الجانب المصري وهذا يتعلق بمستوى التعاون الاقتصادي. كما اشرنا هناك عدد من المشروعات تريد الهند ان تدخل فيها بقوه مع الجانب المصري، صناعه الادويه الهيدروجين الاخضر، ومصر تريد ان تدخل بقوه مع فيما يتعلق بالتعاون في توريد المحاصيل الغذائيه والاسمده الجانبين. وهذا الامر يعني قد يشير الى ان مثلما اشرنا العلاقات السياسيه والدفء في العلاقات السياسيه هو دافع كبير ومشجع كبير لمزيد من التعاون فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه. شكرا جزيلا لك محمد عبد الله، موفد قناه النيل الى الهند لمتابعه فعاليات وانشطه زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومشاهدينا، احتفاء أيضا من الصحافة والإعلام الهندي بهذه الزيارة المهمة للرئيس السيسي، أذاع تلفزيون الهندي الرسمي فيلما تسجيليا على العلاقات المصرية الهندية الممتدة، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس السيسي. وقد استعرض هذا الفيلم الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية بل والثقافية أيضا بين البلدين، كما أبرز التاريخ الممتد للدولة المصرية منذ آلاف السنين ومكانة الحضارة الفرعونية القديمة. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز مع الهند. وقال الرئيس في تدوينة له ردا على رئيس وزراء الهند
بأنه بدله فيها التحية والتقدير على حفاوة الاستقبال، قال إنه سعيد للغاية وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي، الأمر الذي يجعلنا أكثر تصميما على مواصلة توطيد العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين، كما أنه يتطلع إلى اجتماعات ومناقشات مثمرة مع رئيس الوزراء الهندي. كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد نشر أيضا على حسابه الشخصي على تويتر ترحيبا خاصا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب فيه أن زيارة الرئيس للهند كضيف رئيسي للاحتفال بيوم الجمهورية هي زيارة تاريخية ومسألة سعادة هائلة لجميع الشعب الهندي، مشيرا إلى أنه يتطلع للمناقشات بين الرئيسين. وفي حوار خاص لقناة النيل أكد السفير المصري لدى الهند وائل حامد أهمية زيارة الرئيس السيسي لنيودلهي، لافتا إلى أنه أول رئيس مصري يشارك في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. نبتدي بأهم المحطات اللي بتعدي بها العلاقات المصرية الهندية، فهي بالتأكيد الزيارة الحالية التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية. دعنا نبتدي نعرف إيه هي هذه المناسبة. المناسبة هي عيد الجمهورية بالنسبة للهند، وعادة كل سنة جمهورية الهند رئيس الوزراء بيوجه دعوة إلى رئيس دولة من الدول التي يكن لها احتراما واهتماما كبيرا. هذه السنة تم اختيار السيد رئيس الجمهورية ممثلا لجمهورية مصر العربية في ضوء الاهتمام الكبير الموجود من القيادة الهندية بمصر. ومن المهم جدا ان احنا نلاحظ حاجة في هذا الموضوع، ان هذه ستكون اول مشاركة لرئيس جمهورية مصر العربية في عيد الجمهورية. هذا لم يحدث في تاريخ العلاقات ما بين البلدين حتى في الخمسينات والستينات، دايما نتكلم على هذه الفترة ان هي دي كانت فترة وصول العلاقات الى زهوها، الفترة بتاعت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي الراحل جواهر النهرو. حتى خلال هذه الفترة لم يتم دعوة رئيس مصري الى ان يكون ضيف شرف في عيد الجمهورية. النهارده بيتم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركه في هذه المناسبه. فبالتالي احنا بنتوقع ان العلاقات المصريه الهنديه خلال السنوات القادمه ستشهد طفره كبيره جدا 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 نتيجه اهتمام الدولتين ببعض. واضاف السفير المصري لدى الهند ايضا ان حجم الاستثمارات الهنديه في مصر نحو 3.5 مليار دولار، وسيرتفع بفضل استثماراتها في مجال الهيدروجين الاخضر الى 20 مليار دولار. حجم الاستثمارات الموجوده في الهنديه الموجوده في مصر حاليا حوالي 3.5 مليار دولار، وده بيجعلها من الدول اللي بتاتي في مركز متقدم ضمن الدول المستثمره في مصر. ولكن الموضوع لا يتوقف عند هذا الحد. احنا خلال الفترة اللي فاتت، السنة اللي فاتت بالتحديد، كان في هناك العديد من الصفقات الاستثمارية اللي تم الاتفاق عليها خاصة في مجال الهيدروجين الاخضر. لك ان تتخيل سيادتك ان في تقريبا 5 شركات من الشركات الهندية اهتمت بان هي تستثمر في مجال الهيدروجين الاخضر في مصر. من هذه الشركات الخمسة، 3 تم بالفعل التوقيع معاهم على مذكرات تفاهم لإقامة مراكز إنتاج للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن الثلاث شركات دول هناك شركة تمت بالفعل الوصول معها إلى الاتفاق الإطاري الشامل الملزم اللي بيلزمها بالاستثمار في مصر بحجم استثمارات تصل إلى 8 مليار دولار، وده طبعا حجم كبير جدا. الشركتين التانيين اللي توصلنا معهم إلى مذكرات تفاهم هم دلوقتي في إطار الخطوات الأخيرة للتوصل للاتفاقات الإطارية الملزمة، بما يعني أن الاستثمارات الهندية في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر قد تصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى أكثر من 20 مليار دولار، وترتفع من 3.5 حاليا إلى أكثر من 20 مليار خلال الفترة القادمة. وفي تصريح لقناة النيل أكد السفير الهندي في مصر أجيت جوبت أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته الضيف الرئيسي في احتفالات عيد الجمهورية الهندي تعد مناسبة بالغة الأهمية للبلدين، وستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية ودفعها لآفاق جديدة. فخور جدا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند كضيف شرف في اليوم الوطني للهند هذا العام، متأكد أن العلاقات بين البلدين ستصل إلى مستويات متقدمة. إنها المرة الأولى التي ندعو فيها رئيسا مصريا لحضور العيد الوطني كضيف رئيسي. خلال الزيارة
ستعقد مباحثات بين الرئيس السيسي وكل من رئيسة الهند ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين، كما سيتم توقيع عدة اتفاقيات ثنائية لبحث زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. أنا واثق أن العام الجديد سيشهد انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين. وتتزامن زيارة الرئيس السيسي للهند مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وحققت القاهرة ونيودلهي تفاهما سياسيا وثيقا يقوم على تاريخ طويل من الاتصالات والتعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. يأخذ التقارب المصري الهندي كل أبعاده ودلالاته بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثالثة لقمة منتدى الهند أفريقيا عام 2015 التي احتضنتها العاصمة نيودلهي، وتعززت العلاقات أكثر بين الجانبين. تتميز الشراكة الإفريقية الهندية بمكانة متميزة استستند إلى تاريخ مشترك فيما بيننا يتعلق بالكفاح من أجل التحرر الوطني. الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع تاريخهما الطويل تعززت بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي في سبتمبر من عام 2016. النشاط الرئاسي تمحور بشكل أساسي حول تعميق العلاقات الثنائية خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلا عن تطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما أن قيادة البلدين تتبنيان رؤية سياسية مشتركة تجاه القضايا الآسيوية والإفريقية، كذلك موقف الحياد الإيجابي فيما يخص القضايا الدولية. ويمضي البلدان بخطى ثابتة لتمتين أواصر الصداقة والتعاون بدعوة الرئيس لحضور حفل يوم الجمهورية الهندية كضيف شرف في 26 من الشهر الجاري، والتي تتزامن مع ذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وينطلق محور القاهرة دلهي نشيطاً بالزيارات المتبادلة والتشاور والتنسيق المستمر لتنويع مختلف أوجه التعاون بين الجانبين والارتقاء به إلى آفاق أرحب وأكثر تنوعاً، خاصة وأن مصر اليوم تفرض نفسها كفاعل مهم بالنظر إلى خصوصيتها كبلد مستقر ومركز اقتصادي إقليمي، في حين أن الهند من أكبر الاقتصادات في العالم وتشكل سوقا ضخمة تضم حوالي 1.3 مليار مستهلك، إلى جانب أنها مرتبطة بشكل واسع بمنطقة جنوب آسيا باتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير. أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير. أولا، ما هي دلالة مشاركة الرئيس في احتفالات الهند بيوم الجمهورية كضيف شرف رئيسي، خاصة وأن هذه الزيارة تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية؟ مهمة جدا، لأنها تأكيد من البلدين أنه مهما طال الزمن تظل الصداقة قائمة، وأهم من الصداقة وجود مصالح مشتركة بين البلدين. كلا مصر والهند عانتا من نفس نوع الاستعمار، ونذكر في جيلي أن مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر كان على صلة بغاندي ونهرو لتبادل الخبرة والآراء حول كيفية التخلص من الاستعمار البريطاني الذي كان يجثم على أنفاس البلدين. فترة تالية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وصداقة حميمة مع جواهر لال نهرو رئيس الوزراء، هو ونهرو وتيتو في يوغوسلافيا ثم اندونيسيا سوكارنو وزعماء تلك الفترة الذين اشتهروا بالكفاح من أجل الاستقلال، وأسسوا معا والهند ومصر في قلب هذا المحور مجموعة عدم الانحياز، وكانت صيحة في شكل العلاقات الخارجية الدولية مجموعة تقف على بعد متساوي بين كل القوى
ولا تنتمي أو تميل إلى أحدهما، وإنما تنتمي لصوت الحق فقط. ثم مجموعة أخرى هي مجموعة الدول النامية، وأسميناها مجموعة 77 لأنها بدأت ب 77 دولة، لكنها في الحقيقة وصلت الآن إلى 139 دولة، تعتبر أكبر قوة تصويتية في الأمم المتحدة. تاريخ طويل ونجاح كبير للسياسة الخارجية المصرية أنها تجمع حولها دول صديقة تؤيدنا في كافة المحافل، وأثبتت السياسة الخارجية المصرية صدقها في كل المجالات. وفي فترة السادات وأندرا غاندي أيضا كان هناك تعاون، وأنشأنا ما يسمى بالاتفاق الثلاثي، مصر السادات وأندرا غاندي في الهند والرئيس تيتو في يوغوسلافيا، وكان هذا الاتفاق من أوائل اتفاقيات التجارة الحرة التي مارسناها. ثم تجمدت الأمور مع طبعا تفكك الاتحاد اليوغوسلافي وتراجع العلاقات قليلا، لكن استعدناها مؤخرا. وتلاحظ أن معدل التبادل التجاري عاد إلى معدل لا بأس به أبدا بين دولتين، ونأمل إن شاء الله أن هناك المزيد والمزيد من الفرص والمزيد من التعاون لمواجهة أي تحديات تقابل العالم أو تقابل الدولتين. نعم، وزير التجارة والصناعة قال إن يعني التجارة والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتجاوز نحو 4 مليارات دولار. هل هذا الرقم في رأيك يعبر عن الإمكانيات الضخمة للبلدين والطموحات الخاصة بتطوير العلاقات بينهما؟ لا، هو في الواقع أنه خبر جيد أن العلاقات تصل اقتربت من 5 مليارات فعلا، ولكن هذا لا يرضي طموحاتنا، فكلا الدولتين لديهما من الإمكانيات للتوسع أكثر من هذا. لكن طبعا لاحظ أن مصر لديها اتفاقات تجارة حرة مع الدول العربية ومع إفريقيا ومع أوروبا، فربما أحد العوائق في التجارة الحالية بين مصر والهند هو وجود طبعا رسوم جمركية استيرادا وتصديرا، فبالتالي تصبح المنافسة مع السلع الواردة من الدول العربية أو أوروبا أو إفريقيا في مركز أفضل. أتصور أننا بصدد إن شاء الله أن نقيم منطقة للتجارة الحرة بين مصر والهند، وبهذا نجعل التجارة أيسر وأكبر حجما. نعم، وهو أمر متاح إن شاء الله، لكن مطلوب في مصر أن نضاعف إنتاجنا. نحن في حاجة إلى مضاعفة الإنتاج، لأننا أمامنا أسواق ل2 مليار مستهلك في إفريقيا والعالم العربي وفي أوروبا، والآن تنضم الهند وربما الصين لاحقا. نعم، كل هذه أسواق مفتوحة أمامنا، لكن إنتاجنا لا يغطي كل هذا، ومحتاج أننا نستثمر أكثر وأكثر وأكثر في مجال الصناعة والزراعة والمنتجات الصالحة للتصدير. نعم، توجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة 20 كدولة ضيف خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة في 2022-2023، كيف ترى هذا الأمر؟ خاصة وأن مشاركة مصر تحمل الكثير من الطموحات من خلال هذا التجمع الدولي الضخم البارز لأهم 20 اقتصادا في العالم. هم ليسوا فقط أهم 20 اقتصاد، هم يحتلون 65% من التجارة الدولية. نعم، وبالتالي فهم أكبر تجمع ممكن أن يؤثر في التجارة ويؤثر في حركة الأموال والاستثمار. ثم دعوة مصر، وهي ليست أي دولة وإنما كنا قريبين من هذه المراكز، وإن شاء الله نصل إلى أن نكون مصر نفسها عضو دائم في مجموعة 20 بجهودنا بالتنمية، فبالتالي دلالة هذا أنه ينظر لمصر على أنها دولة شديدة النشاط وشديدة التأثير في محيطها وفي كثير من الدوائر السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم حولها. تقدير كبير لمصر، ومعناها أن العالم ينظر إلينا بتقدير كبير، ويا ليتنا نطلع شبابنا دائما أولا بأول على هذا التميز حتى يستمر فخرهم ببلدهم ويعملون أكثر وأكثر، لأن نحن في مركز طيب، لكن علينا أن نقفز قفزات كبيرة للأمام إن شاء الله من أجل صالح أولادنا وأحفادنا من أجيال المستقبل. نعم، سعادة السفير، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطيد العلاقات مع الهند
تبلور قبل هذه الزيارة بزيارتين رسميتين 2015 و2016، وكذلك كانت هناك لقاءات مهمة للمسؤولين الهنود في مصر، كان من أبرزهم وزير الدفاع الهندي ووزير الخارجية، وهكذا عدة لقاءات. ما هي طموحات العلاقات بين البلدين في رأيك، خاصة وأن الهند تملك يعني مكانة بارزة على الصعيد الدولي، كما أشار الرئيس اليوم في كلمته بعد إشادته بحفاوة الاستقبال، ومبرزا قوة العلاقات بين البلدين التي وصفها بأنها تتسم بالتوازن والاستقرار القائم على الشراكة والتعاون، مشيدا بالتنمية المستدامة والتطور الاقتصادي الذي حققته الهند؟ هذا كلام صحيح وسليم، وكلا البلدين يتميزان بتمثيل دبلوماسي غاية الكفاءة. الدبلوماسيون من الهند نحن نعرفهم ولنا معهم صداقات وتعاون مباشر، والحقيقة مستوى رجال التمثيل الدبلوماسي الهندي مستوى بالمعيار العالمي عالي جدا، ونفس الشيء ينظرون إلينا كتمثيل دبلوماسي مصري. الحقيقة أن الخارجية المصرية يعني تسعد بأبنائها، وعلى مر الأجيال لدينا تمثيل مشرف. أنا يعني حظيت بأن دائما كنت في محل تقدير كل زملائنا من مختلف البلدان، ولدينا الآن سفير جديد في الهند هو من أبناء الخارجية البرر، السفير وائل حامد، كنا نسميه رجل $6 مليون. دبلوماسي كفء، استطاع أن يقدم بعض الأبحاث التي وفرت علينا خبرات أجنبية $6 مليون. طبعا كان كل ما تلقاه هو كلمة شكر. إذا لدينا دبلوماسية فذة محل تقدير العالم، أيضا الدبلوماسية الهندية نفس الشيء، وبالتالي هنا التعاون مهم جدا، لأنه لابد أن يثمر دائما عن مصالح وخلق. هل يمكن للهند أن تلعب دورا ما في مساندة القضايا العربية؟ الهند حليف تقليدي حتى للقضية الفلسطينية، ولها موقف قوي جدا تجاه القضية الفلسطينية، وبدون شك أنها تلعب هذا الدور فعلا، ونعتمد عليها لمزيد ومزيد من حشد التأييد العالمي لقضايانا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ثم طبعا قضايا التنمية، وهي قضايا لا نغفل عيوننا عنها أبدا، لأنها هي في النهاية الهدف والملاذ. شكرا جزيلا لك السفير جمال البيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.
أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لقيام زعيم إحدى الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير وينتهك مقدسات المسلمين ويؤجج خطاب الكراهية بين الشعوب والأديان بما يهدد أمن المجتمعات واستقرارها. كما أعربت مصر في بيان عن وزارة الخارجية عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا بعدد من الدول الأوروبية مؤخرا، مشددة على مسؤولية تلك الدول عن منع تكرار مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. نعم نعم للقرآن، نعم نعم للقرآن. تواصلت الإدانات العربية والدولية جراء تمزيق متطرف هولندي نسخة من المصحف في لاهاي، حيث حذرت الدول العربية والإسلامية من خطورة مثل الخطوات الاستفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وأتت هذه الخطوة غداة إحراق متطرف آخر مناهض للإسلام نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، حيث أثارت حادثة إحراق المصحف غضبا رسميا وشعبيا عارما في دول إسلامية عديدة. في باكستان تظاهر مئات الأشخاص في لاهور كبرى مدن باكستان احتجاجا على إحراق ناشط من اليمين المتطرف نسخة من القرآن في السويد، وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من أحزاب سياسية محلية ضد السويد. وفي أفغانستان تظاهر المئات في مدينة خوست شرق البلاد، وهتف المحتجون في الساحة الرئيسية في المدينة الموت للحكومة السويدية، وقام العديد منهم بإحراق العلم السويدي. أما في السعودية فقد أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين اقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، وجددت التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف. وفي أبو ظبي أكدت الخارجية الإماراتية على رفضها الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. كما شددت أبو ظبي في بيانها على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف. إحراق نسخة من القرآن الكريم امتداد لثقافة. مشاهدينا نتحول الآن على الهواء مباشرة إلى نيودلهي، حيث يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور. احتفالا بيوم. وسنواصل متابعتنا أولا بأول لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارته في العاصمة الهندية. إلى لبنان، حيث وجه القاضي طارق البيطار الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي أودى بحياة 220 شخصا، وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين بأنهم على صلة بذلك الانفجار المأساوي. عقب استئناف التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت، وجه قاضي التحقيقات الاتهامات إلى النائب العام ورئيس الوزراء السابق،
ووفقا لاستدعاء المحكمة، وجه قاضي التحقيقات طارق البيطار تهمة القتل لرئيس الوزراء السابق حسان دياب وعدد من الوزراء، كما وجه اتهامات عدة لكل من النائب العام غسان عيدات ومدير الأمن العام عباس إبراهيم وقائد الجيش السابق جان قهوجي ووزراء سابقين وعدد من مسؤولي الأمن والقضاء سابقين وحاليين. قاضي التحقيقات توصل إلى أن النائب العام لم يتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بتواجد نترات الأمونيوم في مستودع بالمرفأ قبل وقوع الانفجار بسبع سنوات، وتم تخزينه بظروف سيئة. وردا على ذلك، بعث النائب العام برسالة رسمية إلى قاضي التحقيقات أعلن خلالها رفضه للقرارات التي أصدرها القاضي، وأكد أن التحقيق لا يزال معلقا ولم يصدر قرار رسمي بشأن استئنافه. وأوضح مصدر قضائي أنه تم استئناف التحقيقات بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس والذي تم عليه تجميد التحقيق. وفي ظل عراقيل سياسية وطعون قانونية، يعتزم القاضي استجواب 15 شخصا خلال فبراير، موجها لهم اتهامات بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب. كان الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس في 2020 قد أسفر عن وقوع أكثر من 215 قتيلا و 6500 مصاب، وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ من وجود إجراءات قانونية واندلاع حريق لم تعرف أسبابه. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا. وتم تعليق التحقيق في ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعا مدعي عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد قاضي التحقيقات، والذي اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون المضي بمهمته مع اعتراض قوى سياسية عدة أبرزها حزب الله، وذلك على عمله واتهامه بتسييس الملف وصولا إلى المطالبة بتنحيه. طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المجتمع الدولي بجمع نحو 1.6 مليار دولار لتغطية نفقات برامجها هذا العام. وتواجه المنظمة الأممية أزمة مالية حادة تهدد استمرار عملها الإغاثي.